السلام عليكم عملائنا الكرام، عودناكم بشركة بي آر ديتكتورز على إجراء تجارب ميدانية وتجارب بتوضع الجهاز بظروف الاختبار الحقيقية. فيديو اليوم مختلف عن أي فيديو آخر، معانا تجربة ومقارنة بين ثلاث أجهزة صوتية مشهورة بوسط المنقبين: جهاز QZ80 من شركة فوكا، جهاز امباكت برو من شركة نوكتا اند ماكرو، وجهاز ايس ابيكس من شركة جاريت. رح نحط هاي الاجهزة بظروف حقيقية نختبر فيها قدرة هذه الاجهزة على التمييز وقدرتها على العزل والاعماق القادرة على الوصول لها. خليكم معنا. الاختبار الاول اللي راح نجريه على هاي الاجهزه هو الاختبار الاهم لمعظم المنقبين، وهو اختبار حساسيه وعمق الجهاز. عملنا حفره بهذا المكان، لو قسنا العمق التقريبي لهذه الحفره بنشوف انه ما يقارب 60 سنتيمتر او ما يقارب 59 سنتيمتر. راح نجيب سواره ذهبيه ونحطها بهذا المكان بهذه الحفره ونختبر الاجهزه الثلاثه على هاي الاسواره الذهبيه. راح نختبر جهاز الجاريت ابيكس ونمرر الجهاز من فوق الاسوارة الذهبية، بنشوف انه الجهاز ما عم يعطينا اشارة او اشارة بسيطة جدا على الاسوارة. الاختبار الان على جهاز امباكت برو، راح مرره من فوق الاسوارة الذهبية، الجهاز عم يعطيني استجابة بسيطة جدا، حتى الارقام الخاصة بالتارجت اي دي او المعرف الخاص بالمعدن ما عم يظهرها بسبب ضعف الاشارة. وصلنا بالتجربة على جهاز QZ80، رح مرر الجهاز من فوق الاسوارة الذهبية، بشوف انه الجهاز عم يعطيني استجابة على هاي الاسوارة، وايضا عم يظهر لي على الشاشة انه من المعادن الثمينة، وهاي نقطة تضاف لرصيد جهاز QZ80 انه قادر على تمييز المعدن ولو كان على عمق جيد. طبعا اختبارنا نحن على قطعة من الذهب لا تتجاوز ال 14 غرام، بنشوف الجهاز عم يعطيني الاستجابة بهذا الشكل على الشاشة انه معدن ثمين. الاختبار الان راح يكون على التمييز بين المعادن، راح نبدا بجهاز جاريت ابيكس وبمرره من فوق الاسواره الذهبيه، الجهاز عم يعطيني ارقام اللي هو الرقم 60 دلاله على وجود معدن ذهبي. الاختبار على قطعه الحديد بهذا الشكل، الجهاز عم يعطيني ارقام منخفضه، طبعا هذه الارقام الخاصه بالمعادن الغير ثمينه. الان على قطعه النحاس بهذا الشكل، الجهاز عم يعطيني أرقام متفاوتة، إنما الأقرب لأنها مرتفعة دلالة على وجود معدن ثمين. الاختبار الآن لجهاز إمباكت على قدرة التمييز، بمرر من فوق الأسوارة الذهبية، الجهاز عم يعطيني الأرقام الخاصة بمعدن الذهب، منلاحظ نتيجة أفضل من نتيجة جهاز الأبيكس بحيث استقرار الجهاز على أرقام المعادن الذهبية. بمرر من فوق القطعة الحديدية بهذا الشكل، أيضا الجهاز عطاني أرقام منخفضة دلالة على المعادن الحديدية الغير ثمينة. الآن على القطعة النحاسية بهذا الشكل، الجهاز عطاني أرقام مرتفعة دلالة على وجود معدن وهو معدن ثمين. آخر جهاز بنختبره بقابلية التمييز بين المعادن هو جهاز QZ80. اللي بيميز جهاز QZ80 إنه بيظهر النتائج على الشاشة باللغة العربية، فأنا رح مرر الجهاز الآن من فوق الأسوارة الذهبية بهذا الشكل، الجهاز كتب لي على الشاشة إنه قام بكشف معدن ذهبي أو أسوارة الذهب الموجودة عندنا بهذا المكان. بمرر الآن الجهاز من فوق القطعة الحديدية، الجهاز أظهر لي إنه قام بكشف معدن وهو معدن غير ثمين. التجربة الأخيرة على قطعة النحاس الموجودة معانا، الجهاز أظهر لي على الشاشة أنه قام بكشف معدن قيم، وأيضا هذه نقطة تضاف لجهاز QZ80 أنه عم يعطي نتائج مستقرة بالتمييز بين المعادن. بنكمل التجربة من داخل المعرض بسبب ضيق الوقت. التجربة الأخيرة اللي رح نجيها على الأجهزة هي الآيرون ماسكينج، ببساطة قدرة الأجهزة على كشف معدن الذهب في حال كان في فوقه معدن حديدي أو بيغطي معدن حديدي ويعطي الأولوية لإشارة معدن الذهب. طيب بالبداية رح نمرر قطعة الحديد من أمام القرص الخاص بجهاز الأبيكس، رح نشوف أنه الجهاز عم يعطيني أرقام معدن الحديد وأيضا أصوات خاصة بمعدن الحديد. طيب في حال أنا جربت الذهب رح شوف شو الإشارة، رح تكون مختلفة سواء الصوت والأرقام. في حال أنا خليت قطعة الحديد أمام الأسوار الذهبية بهالشكل ومررتها من أمام قرص الجهاز، بشوف إنه الجهاز عم يعطيني أرقام وعم يعطيني أصوات، ولكن هاي الأرقام والقيم مانها مستقرة. الآن رح نجري التجربة من خلف القرص ونمرر القطعة الحديدية بحيث هي تكون أمام
القطعة الذهبية بهذا الشكل. طيب أنا لو مررتها بهذا الشكل جهاز عم يعطيني إشارة، إنما هاي الإشارة ما أنها مستقرة 100% والأرقام عم تتفاوت بهذا الشكل. الجهاز الثاني اللي رح نجي عليه التجربة هو جهاز الإمباكت برو. رح مرر قطعة الحديد بالبداية بهذا الشكل، جهاز أظهر لي أرقام معدن الحديد وصوت مميز لمعدن الحديد. رح نشوف في حال أنا مررت الذهب أرقام وصوت بيختلفوا عن أرقام وصوت معدن الحديد. طيب رح نجري الاختبار اللي تكلمنا عنه ونخلي القطعة الحديدية أمام الإسوارة الذهبية بهذا الشكل. شوف إنه الجهاز عم يعطيني أرقام، هاي الأرقام مختلفة وما في أرقام ثابتة خلينا نقول، بالتالي النسبة مانها دقيقة 100%. لو مررنا من خلف القرص بهذا الشكل الجهاز ما قدر يعطيني إشارة بسبب بعد المسافة. طيب منجرب على المسافة الأقرب، جهاز أعطاني إشارة ولكن أيضا هاي الإشارة مو مستقرة والأرقام متفاوتة. بنكمل بالتجربة مع جهاز كيوزا 80. رح نمرر القطعة الحديدية في البداية، جهاز كشف لي إياها وخبرني إنه هذا معدن حديدي، أظهر لي على الشاشة كلمة معدن غير قيم. القطعة الذهبية والأسوار الذهبية في حال مررتها جهازها حيكشفها إنها معدن ذهبي ويظهر لي إنه قام بكشف معدن ذهبي. رح نخلي القطعة الحديدية أمام الأسوار الذهبية ونمرر بهذا الشكل، الجهاز كشف لي المعدن الذهبي وأعطاني الأولوية لإشارة معدن الذهب وأظهر لي على الشاشة إنه قام بكشف معدن الذهب. رح نمرر القطعة الحديدية ومن خلفها القطعة الذهبية من وراء القرص بهذا الشكل، جهاز أظهر لي على الشاشة إنه قام بكشف معدن ذهبي وعطى الأولوية لإشارة الذهب. أنهينا التجربة على الأجهزة الثلاثة. شفنا بهاي التجربة أو مجموعة التجارب تفوق بعض الأجهزة مثل جهاز كيوزا 80 على الأجهزة الثانية، وأيضا نقاط قوة وضعف كل جهاز من الأجهزة الثلاثة. تابعونا للمزيد والمزيد من الفيديوهات والتجارب الميدانية على الأجهزة، والسلام عليكم ورحمة الله.